العارضة تحرمك من الهدف الثاني القاتل، فاعلم أن الدفاع ليس في أحسن أحواله، والنتائج دليل على ذلك ولا فوز إلى حد الآن. فبعدما ضيع دمان الهدف الثاني دقيقة بعد ذلك، الشباب يعدل النتيجة عن طريق هريدة، كان ذلك في الدقيقة 69. ليواصل أبناء ستار الضغط وبعد 5 دقائق من الهدف الأول ومن كرة ثابتة ينفذها بإحكام شتى، تجد رأسية كليش ممضيا الثاني وملهبا المدرجة. ينوبا وسط دفاع بالوزداد عن المهاجمين في هذه المواجهة. بالعودة إلى أطوار المباراة التي كانت صعبة لفريقين لم يذوقا طعم الفوز قبل هذه الجولة، لهذا كان الضغط كبيرا على شباب الوزداد ودفاع تجنان، أين غابت الفرص الحقيقية للتهديف في المرحلة الأولى. ليحدث كل شيء في الشوط الثاني والبداية في الدقيقة 60 عندما سجل الشباب هدف رفضه الحكم بن براه. هدف أبيض ظن أنصار الشباب أنه سيكون دافع لزملاء بالغ من أجل الوصول إلى شباك الحارس بالكروس، لكن حدث العكس، وفي الدقيقة 65 دمان ينطلق على الجهة اليسرى يوزع كرته، تجد رأسية والناس يضعها بأناقة في شباك سيدريك مانحا الدفاع الأسبقية. لنشهد بعد ذلك عودة الشباب بفضل تغييرات شريف الوزاني والتي أدت بثمارها. يحقق الشباب بالوزداد أول فوز ويخرج من الناقص إلى زائد 1، فيما يبقى دفاع تجنان الفريق الوحيد إلى حد الآن الذي لم يحقق على الأقل نتيجة التعادل. الحمد لله على هذا الفوز اللي حققناه في ارضيه ميداننا امام جماهير تاعنا، كان لازم علينا نفوزوا اول لقاء باش نخرجوا الفريق من سلم الترتيب اللي راهو يعاني منه. الحمد لله اللي جوا براهنوا على قوه الشخصيات تاعهم، مدينا افون حتى الدقيقه الاخيره وسمحت لنا باش نسجلوا هدفين، الحمد لله على النتيجه. دفاع تجنان يبقى يعاني.